أنا المهندس جمال النجار، مدير مكتب إي دي سي للاستشارات المعمارية والهندسية، مركزنا في دبي. بنهنئ دولة الإمارات بمناسبة العيد الوطني 49، وبنخص بالتهنئة مؤسس الدولة الشيخ زايد الله يرحمه وأبنائه، وبنهنئ بالأخص الشيخ محمد بن راشد، وبنشكره على الإنجازات الكبيرة اللي حققها في الفترة اللي فاتت اللي كلنا طبعا بنحس بيها، وإحنا لنا كل يعني الحقيقة كل الشكر والعرفان والتقدير لدولة الإمارات إن هي أتاحت لنا الفرصة إن إحنا نقدر ننجز أعمالنا بشكل جيد ونطور أعمالنا. وشايفين كمية التطور والإنجاز اللي تمت في دولة الإمارات في الفترة اللي فاتت شيء رائع جدا ومثال يحتذى به في كل المنطقة. طبعا أول حاجة هي نعمة الأمن والأمان اللي موجودة في البلد اللي أتاحت لكل الناس إن هم يعيشوا بمنتهى الأمان والاستقرار. كذلك القوانين اللي موجودة في البلد ساعدت الناس كتير إن هم ينجزوا أشغالهم. كمان بنشكر الشعب الإماراتي إنه بنشعر إن إحنا كأننا جزء منه، إنه شعب مضياف، شعب كريم، شعب بيحب التطوير، بيحب التعاون، ما بيفرقش بين الأجانب وبينهم. طبعاً الإنجازات اللي تمت في خلال الفترة اللي فاتت دي إحنا كان لنا كل الشرف إن إحنا ساهمنا فيها. وطبعا ده كان بفضل الحمد لله فضل الله وفضل الجهود اللي هم بيعملوها، وان هم حريصين على دولتهم بالشكل الجميل اللي خلت كل الناس يعني يعيشوا في دوله الامارات بطريقه جميله ويستمتعوا بالحياه فيها ويحسوا فيها انه هم مش ما يحسوش بالغربه ابدا فيها يعني. طبعا القوانين اللي بتتطور باستمرار والدوله الذكيه والانجازات والحرص على انه تحديث كل شيء والتطوير باستمرار ساعدنا كتير ان احنا نطور شغلنا بشكل اكبر. وكان لنا الحمد لله الحظ في ان احنا نعمل مشاريع نتشرف بان احنا عملناها في الامارات. احنا متخصصين في تصميم الفنادق الفايف ستار والفور ستار. عملنا مشاريع سكنية ومشاريع إدارية، عملنا مشاريع سياحية كتير. وطبعا ده خلى ناس كتير من دول أخرى إن هم يحاولوا يكرروا التجربة، لكن التجربة اللي هنا كانت مميزة بشكل كبير، وده يعني شرف لكل الناس، وإن في دولة عربية حققت هذا الإنجاز السريع في وقت قليل وبهذا الأسلوب. طبعا ما ننساش إن احنا نشكر كمان الأجهزة الحكومية اللي بتساعدنا وبتسهل لنا إجراءات أي إجراءات في أعمالنا. دايما بيحاولوا إن هم يساعدونا، ما بنحسش بأي عراقيل أو أي حاجة، بنحس إن هم يعني بيخافوا على بلدهم، حريصين على بلدهم، بيحبوا بلدهم، فده شرف لنا كلنا وده بيشعرنا بالسعادة دايما. كل عام وأنتم بخير، وتهنئة لكل الشعب وكل الحكام، ونشكركم جزيلا على الاستضافة.